جاي لك النهارده حبيب قلب اخوك وشد العزومه اخوك ابو عادل، لان فيديو النهارده انا عامل لك فيه مفاجاه. هتقول لي هي المفاجاه؟ اقول لك بس انت صل على النبي كده عليه الصلاه والسلام وانزل اعمل لايك حبيب قلب اخوك. عايزين فيديو النهارده يوصل ل 10,000 لايك، لان مفاجاه النهارده الفيديو ده يستاهل اصلا 20,000 لايك. هنشوف كل ده دلوقتي مع بعض حبيب قلب اخوك، وفضل حاجات بسيطه بس يا جدعان نوصل باذن الله ال 472,000. مبوي اللي انا بحبه ورحله النص مليون تقترب خلاص يا جدعان. فلو انت اول مره تشوفنا اشتركوا في زر الجرس ويلا بينا على طول ليست جو نخش على فيفا. هتقول لي هي المفاجاه؟ ما اصبر بقى اصبر، احنا هنجرب حظنا الاول. كسبنا المركز كسبناه، ما كسبناش المركز ما كسبناهوش. خلصانه عشان بس ايه ما تجيش تقول ابو عادل ومش ابو عادل. لا يا صاحبي احنا هنجرب الاول. كسبنا الـ يعني اكيد طبعا الكومنتات كلها كانت بتقول هات مين، اكيد طبعا. فانت عارف انت انا قصدي على الكوبا امريكا يعني، فاهم انت اما نشوف لو انت عرفت هنجيب مين باذن الله. انزل تحت في الكومنتات وقول لي لحد دلوقتي. لو انت لسه مش عارف خمن برضه. يلا بينا يا جدعان يلا بينا. 99 بقى ولا مين؟ انجلترا ار دبليو ار ام بيكهام. لا ده ماكمان ده ولا مش عارف اسمه ماك ميكوكي هو ده. ماشي انجلترا يا جدعان. ما انجلترا يا جدعان. ار دبليو اوت يا جدعان. ساكا اوت يا جدعان. يا جدعان والله العظيم ما ينفع فيفا، والله ما ينفع والله يا جدعان. تاني يا رب يا رب. انجلترا ار دبليو بقى، انجلترا بقى ار دبليو. سي بي ستونز ده ولا مين هو؟ ولا ده فيرديناند ده ولا مين ده؟ مور تمام يا مور. موري 97. والله الحظ ايه حظ ايه. تقريبا هم عارفين احنا جايين لمين. والله انا شاكك على فكره، انا شاكك انهم عارفين انا جاي اقصد مين، لان السبب ده سبب يعني. ماشي يا ولد ايه هو انا عشان اشتري لاعب 99 تقوموا ما تكسبونيش لاعب 99؟ يا ريتني ما قلت ان انا اشتري، كان زمان قلت يا جدعان ان احنا فاهمين نكمل كده وخلاص، ما كناش يعني. مين ده بقى؟ ايكون يا عم. ده ايكون؟ لا مش ايكون. ماشي اصل العالم ده بالنسبه لي اللي بيطلع منه لاعب ايكون تقريبا. مين اللي من العالم ده؟ بوشكاش تقريبا مش عارف، بس هو في حد في العالم ده بصراحه لما اول لما بشوف بعرف ان هو الشخص ده، ما اعرفش حد تاني غيره. فيلا بينا. يلا بينا يا جدعان. ياكش ميسي يطلع لنا مثلا كده ويفاجئنا، ممكن يطلع لنا ويفاجئنا يا جدعان. ماشي يلا يا جدعان. استنى على الشهاب الله، استنى على الشهاب الله. انطلق. ارجنتيني مكسيكي عبد الفتاح المكسيكي. تعال. طبعا انت قلت يا ابو عادل ولا كاني قلت حاجه يا حبيب قلبي. ما تاخدش في بالك بقى، ما تركزش، ما تدهاش في الكلمه. حاجه طلعت كده. يلا يا جدعان ناخد 2 ماسكرانو، 15,000 جواره. 2 ماسكرانو، احنا محتاجين الاثنين ماسكرانو دول. هتقول لي طب ما انت كان في ايدك تفتح بومبا كيتجا، بس احنا محتاجينهم يا حبيب قلب اخوك. ليه بقى؟ تعالى انا اقول لك ليه. مبدئيا كده احنا ما كسبناش الار دبليو، فاحنا هنيجي عند الار دبليو كده الجميل بتاعنا، الشياكه، الألاجة، الجمال كله، بما ان الاسعار رخصت. تمام ايه طيب هنفضل يعني ايه مختفي بما ان الاسعار رخصت يا رجاله؟ اسعار رخصت، السعر هنا عامل 710، السعر هنا عامل 710. ف احب اقول لك ان فيديو النهارده لما وصلش ال 10,000 لايك اقسم بالله لا ابيعه سكه ودغري بقى. تم ارسال طلبك يا حد يا ايه؟ يبحث النظام عن مشتري بقى يرجو الانتظار بصبر. ماشي ايه ده وانا ما اشتريتوش ولا ايه؟ اشتريناه. انا قلت لك اهو فيديو النهارده لو ما وصلش ال 10,000 لايك انا هكسرك انا واحنا نتخانق يا صاحبي. احنا كده احنا في دلوقتي ما بيننا ايه؟ عداوه، لان انت عارف ان انا ما بحبش ميسي، وانتوا اجبرتوني في الكومنتات ان احنا نشتري ميسي يا جدعان. فضلت تقولوا تحت في الكومنتات يا ابو عادل اشتري ميسي، يا ابو عادل ميسي، طب يعني انت معاك كريستيانو ومش راضي تجيب ميسي؟ كان نايس يا اسطى تعيط لي والله، ده كان نايس تيجي تضربني، تقول لي بص بقول لك يا تشتري ميسي يا نكسرك معاها. ماشي انا كنت تحت التهديد يا جدعان، انا عايز اقول لكم دي الاشاره دي اشاره ايه؟ انا اشتريت ميسي يا جدعان تحت التهديد لكل راجل جدع حاضر دلوقتي وعارف انا بتكلم بقول ايه؟ قلب مين؟
ما بحبش ميسي والله، اقسم بالله ما بحب ميسي، بس ماشي. ماشي اشترينا هات صلاح هنا بس. بصوا يا جدعان، وانا برضه على فكره، على فكره عشان بس انت ايه ما تاخدش بس وتزعل وبتاع، انا مجهز لك لميسي. بص ما بقاش بيتباع يا عم، تخيل بقى يا عم، احنا يا جدعان لا انا بيعه بقى، لا انا بيعه، انا حاسس ان انا اتخذ وقت فيه، شوف حاسس ان انا اتخذ وقت فيه، لا يبقى احلى بقى كده، يبقى احلى بصراحه، يبيعه تاني. هتخسر فيه 70، مش مهم، معايا كورتوا ب 100 مليون ابيعه واعوض عادي جدا. المهم يا جدعان احنا، طب هما فين طيب البني ادمين؟ ايوه بصوا يا جدعان معانا كام نسخه ماسكرانو، انت هتتفاجئ والله العظيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 نسخه ماسكرانو. انا جايبهم لك ومجهزهم لك علشان ايه؟ عشان الاخ الجميل اللي انت خوتنا بيه والله العظيم. انا بقولها لك تاني للمره التانيه، انا اشتريت ميسي تحت التهديد، لولا ده انا ما كنتش هشتريه يا رجاله والله. تركيب تصنيف، روح يا عم، روح يابا، روح ما انت واسطه، روح. تمام، مستوى تركيب التصنيف خلصانه يا ميسي، خلصانه بقى، ما تقعدش بقى يا اختي، ارجع. كنت هروح في ده. كانت نسخه ماسكرونه تضيع مننا والله. ماشي بنفسجي، مش مسامع، قلبي مش مرتاح له. 1 2 3 4 5 فاضل معانا 6 نسخ ماسكرونه. يا ابيض شوف ضيعنا نسخ قد ايه بقى، خرابي شوف ضيعنا نسخ قد ايه بقى يا قلب اخوك والله العظيم. يعني المهارة دي بتزود ايه؟ التسارع رشاقة، والمراوغة بتزود ايه؟ التحكم مراوغة رشاقة، والتمرير بيزود، ما هو التمرير بيزود تمرير، يبقى يلا هي دي، وقت منشئ الثغرات يلا. ده بينفع يلعب سي اف وسي ام، ينفع يلعب صانع العاب، بس انا معايا صانع العاب، مش محتاج حاجة يا ميسي، خل ريح بالك يا حبيب قلب اخوك، ريح بالك، ريح بالك يا نجم، والله العظيم. تعال هتقول لي انت ليه ما وصلتش 104؟ لاجل العقد ده. ما هو ده ما موجود في التبديلات، ما بينفعش. اما نشيله هنوصل ل 104، فين ميسي؟ تعالى يا ميسي، مبسوط انت كده؟ تأكيد. روح ماشي يا عم، روح يا عم. تدري. ماشي خلاص بقى، خيرنا 15 بصراحة. مبسوط انت كده، انت دلوقتي في عز انبساطك. ماشي روح يا صلاح، فين يا صلاح؟ وراك مار، وراك حوار يا صلاح، روح يا صلاح. معانا دلوقتي خط الهجوم امبابي، كريستيانو، هالاند، ميسي، فييرا، رايز، جيرمالدو، بلانك، مالديني، كارلوس بيول، شمايكل. ده دي مش تشكيله، ده جيش والله، ده جيش، انت داخل تحارب انت لو فاهم. انت ده انت، انا نفسي اجيب كريستيانو جنب ميسي كده يلعبوا كده، بس مش هينفع. ليه؟ لان كريستيانو يا جدعان تفاصيل الرجل بتاعته، الرجل الضعيفه بتاعته هي الرجل دي، فاهم؟ وبقول لك ايه، انا هسيبها كده. وهالاند برضو انا دلوقتي يعتبر هضيع خط الهجوم بتاعي، وهالاند برضو الرجل الضعيفه بتاعته هي دي. فدلوقتي احنا يعتبر يا جدعان الاثنين هنلعب بالرجل الضعيفه بتاعتهم، فمش مشكله، مش مشكله يا جدعان، يلا بينا. بص الفيديو بتاع النهارده انا بقولها لك اهو، الفيديو بتاع النهارده لو ما وصلش ل 10000 لايك انا هبيع ميسي، عشان ما تجيش تقول بعدين ميسي وينه، ميسي وينه، ميسي خلاص، ميسي راح، فاهم انت؟ عشان بقى على السكه وعلى الدخري، عشان نكون على المبدا انا وانت. معانا شمايكل، كريستيانو، مالديني، ميسي، رايس. ماشي ده غير لعبه 99، لعبه 99 انت بتبداهم من هنا تنهيهم هنا والله، بتنهيهم. ماشي يلا بينا يا جدعان نخش على المقايضة. انا حاسس ان انا هكسب والله العظيم، حاسس ان انا عارف هتكسب مين، عارف، حاسس ان انا هكسب بيكهام، وبيكهام ينفع يلعب ار دبليو اصلا، انا حاسس دلوقتي، حاسس قلبي من جواه بيقول انجلترا، لا اسباني، اربي كارلس بيقول تاني. ما بيعديش يوم غير ولاعب 99، اعمل ايه؟ مش مشكلتي والله، والله ما مشكلتي، اعمل ايه؟
يعني ماشي، لو انتوا راضيين فانا راضي والله. لا و96 كنت كمان والله. يعني مش بايدي، شو نسوي يعني. هو انا كنت فقدت الامل خلاص ان احنا مش هنكسب النهارده 99 بصراحه، بس فيفا تقول والله ما يرضى، والله ما يرضى اي حد عندنا في الشركه. انت عايز الناس تقول ايه عن ايه؟ ان احنا ما اديناكش لاعب 99 النهارده؟ لا خد، تعالى خد خد اللي موجود عندنا والله. بدات احس يا جدعان، بدات احس مش هتاكد، بدات احس ان انا بقيت مدلل فيفا، مش عارف ليه. هل ده صح ولا كان اي حاجه حصلت، ولا كاننا كسبنا اي حد عادي. ممكن نكمل عادي، بس ايه نكمل اللي احنا ناويين نعمله باذن الله، ولا كان ايه مش لازم يعني ما حصلش حاجه. 400 خراب على الجمال. ماشي حط لك كنت كمان. يلا منتخب فرنسي، منتخب فرنسي روح يا كنت، ما تروح يا كنت، ما تروح يا كنت. احنا لسه يعني بلاش بقى يعني، الناس زمانها متضايقه مننا، ده احنا بنتشتم في الكومنتات دلوقتي يعني، ما دققش قوي كده. تعال نشوف مين ده. 3900 حلو، يبقى باكت ال 6000 لما تنزل هندشملها، هندشملها يا حبيب قلب اخوك، هندشملها. تقول لي جرب ميسي؟ ماليش نفس والله، انا كنت داخل اجربه بس قلت افتح باكج الاول، قلت افتح. شنو يا الله كرزي. طب ما تقول لي، ما انت معاك واحد، ما هنعمل ايه بقى؟ قول لي بقى، قول لي نعمل ايه؟ هنطوره بيه ازاي؟ وده بيحتاج 9 نسخ اصلا عشان يتطور، ولا 10 نسخ؟ هنطوره ازاي؟ ملوش لازم. يبقى خلاص كسبنا لاعب 99 يا جدعان، كسبنا لاعب 99. يعني في يعني في الم... في ال... في ال... في ال... يعني أو في النيش بتاعنا، في النيش ولا يتقال ايه، في المتحف بتاعنا كسبنا لاعب 99 كمان، زودنا ايه الخير خيرين في النيش بتاعنا. فاحنا دلوقتي يا جدعان لو احنا بعنا كارلوس بيول ده هنكسب كام؟ ولو احنا نطور كارلوس بيول ده من الاول، يعني نبيع ده ونكسب ده. تعالى اما نشوف يا جدعان كده كارلوس بيول. انا بضحك على حظي والله، مش يا جدعان انا حظي وحش يا جدعان، يا جدعان حظي وحش خالص. ايه ده؟ انا ده حظي انا؟ نهار ابيض. يا جدعان احنا لو جبناه ب 400 يا نهار ابيض، لا كتير كتير قوي يا جدعان بيبيعوه، لا مش هنكسب فيه، مش هنكسب فيه. فانا حاسس يا جدعان ان انا حظي وحش والله العظيم، والدنيا مخبطه معايا خالص، وكل حاجه انا عايزها ما بتجيليش والله. حصل موقف معاه كده في الحياة الواقعية مدهول الواحد خالص والله العظيم، دهول الواحد، مخلي الواحد فاهم اصلا. انا بصور لك الفيديو وانا اصلا مش طايق نفسي والله العظيم، ويعني انا حاسس ان انا حظ وحش برضو. خلينا برضو على السكة وعلى الدخري، ممكن شوف حظ وحش، الحدث مش راضي يدخل. ماشي خلاص، ماشي مش لازم، كانش لازم اتك على الكلمة يعني، ماشي. كارلس يا بيول، يا كارلس يا بيول. بصوا يا جدعان تختيم الحدث ده اللي هو تختيم البتاع دي بيحتاج 1600، فاحنا معانا بالزياده معانا 2100. فانا بقول بصراحه ان احنا ايه نفتح عادي هنا يعني لحد ما نقف عند ال 1600، ممكن نكسب ممكن نخسر، فالله اعلم. نشوف هل حظنا حلو، ده بقى الباكج ده يا جدعان هو اللي هيثبت حظك حلو ولا وحش. على المبدا نكون على المبدا انا وانت، بص هو وحش، لا وحش. تاني نجرب تاني. يلا يا جدعان هو ده هو الباكج ده هو المقياس، هو المعيار. كسبنا لاعب فوق ال 90 من هنا، اعرف ان انت اعرف ان انت مدلل فيفا. ما كسبناش يعني اعرف ان احنا ايه حظنا وحش. احنا بقى بفتح قدامك اهو يا جدعان، افتح قدامك اهو عشان ما تجيش تقول لي ايه ان احنا كده والله. اخاف يطلع لي لاعب 99 والله يكسفنا يحرجنا، احلى احراج ده. ماشي 83 شفت يعني، مش مفيش حاجه من عندي والله، مش جايب لك حاجه من عندي اهو، مش حاجه بين قدام. كان انا حظي وحش خالص، كل يوم لاعب 99. عايزين لعيبه جديده بقى كده 99، عايزين ميسي مثلا. طب ما احنا اشترينا، عايزين لا ما هو برضه معانا، عايزين اي حد 99، اي حد بقى. انا راضي بقى، بقيت راضي باي حد والله، انا دلوقتي بقيت راضي باي حد، ايا كان يطلع لي مين انا موافق، موافق بيه عادي. هزمة اورو، اورو
اورو 24 2024 2024 اورو 2024. خلاص يا رجاله. طيب ايه مش عرفت بقى، انا حظي وحش والله العظيم والنت وحش وكل حاجه، وانا مش مدلل فيفا ولا اي حاجه. المدلل بتاع الفيفا هو ميسي مش انا. انا مش مدلل، انا مش مدلل حد. الله خلنا يا عم على المغامره يا عم، خلنا على المغامره الواحد والله العظيم يعني. ماشي بقول لكم يا جدعان والله العظيم، بما ان الواحد اصلا متضايق فاهم انت، مش شايف نفسه يعني، ان شاء الله كده ايه، انا في دماغي حاجه بعملها بصراحه، فان شاء الله تخلص على خير. فانت قول لي تحت في الكومنتات، قول ان شاء الله ربنا ينولك اللي في بالك يا ابو عادل والله العظيم، عشان وقتها انا اظبطكم كلكم، كلكم هتتظبطوا والله العظيم. يلا بينا انطلاق، انطلق. ممكن هنفضل كده كتير يا فيفا ولا ايه؟ يعني كل ده على واحد، كل ده على نطه واحده؟ لا والله. شنو ها؟ ساعتين اتنين بقى، ساعتين اتنين. ليه بقى؟ لان انا ما بتعلمش من اخطائي والله، انا ما بتعلمش من اخطائي. دايما باجي في الميعاد ده اللي هو الميعاد اصلا ده قطع الكهرباء، ولما الكهرباء بتقطع الشبكه بتفصل والنت بيفصل وكل حاجه. سبحان الله كل يوم باجي لك في نفس الوقت ده. يكونش هو ده الميعاد اللي احنا بنكسب فيه لعبه 99 والله. عايز تعرف الميعاد؟ مش هقول لك، مش هقول لك. سر ده، سر سر انت لعبه ال 99. انت تفتكر ان احنا كنا النهارده هنعدي الفيديو كده من غير ما نكسب لعبه 99؟ الله ده هطل ده. المهم يا جدعان عايزك تحت في الكومنتات تقول ربنا ينولك اللي في بالك يا ابو عادل، عشان زي ما بيقول لك كده ايه، دعوه الاحباب يعني تبقى حلوه. الله هزمه اورو 2024 اف سي. ماشي ممكن بقى، ممكن ننطلق. ممكن اشتريت لك ميسي اهو 10000 لايك وكومنت ربنا ينول لك اللي في بالك يا ابو عادل. ما لقيتش الاثنين دول هندغدغ انا وانت من 85 ل 98. طبعا مش هيطلع لنا لاعب واو يعني، طبعا انا حظي وحش اصلا في فيفا ومع يعني خلاص الدنيا باظت. معروفه 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 85 بالظبط، ولاعب من غير صوره يعني اهو، عشان ما تجيش تقول لي ابو عادل انت مش عارف ايه وايه ورينت رينت. لا يا صاحبي كفايه النت اصلا اللي معصب الواحد واللي مضايق الواحد. يعني اتنين 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 يا فيفا اتنين. حزمة الاورو ماشي يا ماشي ماشي. واحد اتنين، انا عايز ثلاثة ثلاثة ثلاث نطاط او ستة، ثلاثة او ستة غير كده لا، ثلاثة او ستة. ها الو، ثلاثة او ستة فيفا. طب ايه طيب؟ على النعمة يا جدعان انا زهقت، أربعة ولا ده ولا ده، أنا زهقت. المشكلة إن احنا لازم نختم اللفة دي، لازم غصب عني. طب ايه طيب؟ ايه ايه ايه؟ خلاص يا جدعان خلاص خلاص، أنا خلاص أنا بعملها في وقت تاني والله العظيم. وأنا مش هقول لك مع السماح يا قلب أخوك، لأن فيفا أصلا مكرهانة وانا اصلا مخنوق والله العظيم. ربنا يعلم فكك من ايه، بهزر معاكم كده ان احنا بنهزر في الفيديو كده يا جدعان والله العظيم. انا في حوارات معايا قوي وقفله الواحد، والواحد مخنوق خنقه كبيره والله العظيم. فان شاء الله ايه الموضوع يتحل على خير، وتقول لي تحت في الكومنتات ربنا ينول لك اللي في بالك يا ابو عادل. جبنا النهارده ميسي، كريستيانو، هالاند، امبابي، خط الهجوم بتاعنا تجربه غدا باذن الله يا قلب اخوك. اوفر 104 مش هقولك مع السلامة، لأن انت كده كده تشوفنا بكرة بإذن الله. بيس هاوي.